احنا موجود معانا دلوقتي على التليفون زي ما قلت لحضراتكم واحد من اقطاب العمل السياحي في مصر الاستاذ حسام الشاعر، واللي تم بالمناسبه اختياره في الفتره اللي فاتت من خلال مؤسسه فوربس الدوليه كواحد من اهم المؤثرين في مجال وصناعه في الصناعه السياحيه على المستوى الاقليمي في منطقه الشرق الاوسط. استاذ حسام اهلا بحضرتك معانا يا فندم. اهلا استاذ شريف، اهلا وسهلا، تحياتنا لحضرتك اولا. الله يخليك يا استاذ شريف، اهلا وسهلا بيك. ممكن تقول لنا من وجهة نظر سياحية ومن وجهة نظر الصناعة ازاي استقبلتم الافكار اللي تم طرحها في الاجتماع النهارده مع السيد رئيس مجلس الوزراء؟ هو الاجتماع طبعا كان هائل جدا ويوضح ان معالي رئيس الوزراء والحكومة مهتمة جدا بقطاع السياحة ومدركين طبعا مدى اهمية السياحة في استخدام العملة الاجنبية. الافكار يعني احنا كلنا المجموعة كلها اللي كانت موجودة يعني قالوا انه ان احنا وصول لل 30 مليون سائح ده يقدر يتحقق، وموضوع ممكن او ما هوش حلم كبير ولا حاجه ممكن نعمله. فاضافه الغرف الفندقيه بتنقسم لجزئين، جزء لو في حتى تلاحظ في البيان في جزء الغرف اللي تحت الانشاء ومتعثره، اي دي لازم نعيد الاستحواذ عليها من المجموعه اللي تقدر تشغلها، فده اتناقشنا فيه ومطلوب منه ومن معالي وزير السياحه يعمل قعده مع البنك المركزي عشان يسهل موضوع الاستحواذ، لانه في صعوبه قرارات البنك المركزي اللي بيقول بتصعب موضوع الاستحواذ. مفهوم. ودي غرف فندقيه جاهزه، يعني لو خلصنا موضوع البنك المركزي يحصل استحواذ سريع ونقدر ندخلها في الخدمه بسرعه، وده اعتقد مكتوب 28,000 غرفه، اعتقد ان يبقى اكتر كمان من كده. فتبقى يعني الشير بتاع السنه الاولانيه هنقدر نجيبه. اي الجزء الثاني يا استاذ شريف، طبعا معالي رئيس الوزراء عرضوا الاماكن بتاعت الوزارات اللي هتفضل ان احنا نحولها، دي برضو يعني المجموعه كلها رحبت بيها، فيحدث ان شاء الله الاتحاد الغرف الصحيه هيجهزوا اجتماع مع الصندوق السيادي علشان ندرس ازاي اليه التعاون هتبقى ازاي، وندرس بقى كل زي ما حضرتك كنت بتقول كل مبنى يصلح فيه يصلح غرف فيه يصلح شقق فيه يصلح الاثنين مع بعض. أي. بس هنقدر نحولهم يعني، لانه الصناعه يعني الفندقه فليكسبل، ممكن تعمل لو الفندق ما ينفعش يبقى غرف، لو ما ينفعش يبقى شقق، يعني نقدر نتصرف فيها. هي احنا بنتكلم معظمها التعاون. احنا بنتكلم على الاماكن دي بالطبيعه يعني معظمها او الاغلب الاعم منها في وسط البلد. الاغلبيه طبعا في وسط البلد. هل الاهميه فيها بتبقى في وسط البلد؟ ازاي هيتم بقى الكلام مع صندوق تحيا مصر كصندوق سيادي في التعامل على الاصول دي؟ يعني دي هل القطاع الخاص هيشارك فيها؟ هل القطاع الخاص هيستحوذ عليها ويشتريها؟ احنا عرضنا ان يحصل اجتماع مع الصندوق السيادي عشان نشوف اصلا هو الصندوق بيخطط فيها، هل عايز يبيع او مشاركه؟ والمشاركه هتتم ازاي؟ لان المشاركه في القطاع الفندقي يعني معقده شويه عن القطاع العقاري. ايوه. لانه في العقاري في ملكيه وفي اداره وفي تقسيم ايرادات وفي تفاصيل كتير. على طول وفي مصروفات وفي تفاصيل كتير، انما العقاري انت بتبيع الوحده وبتدفع من الايراد نسبه للحكومه للدوله، فالعمليه واضحه يعني بعت بليون بتقطع منه المبلغ وتديه لهم. انما الفندق طبعا فيها تفاصيل كتير، في بيع في شراء ومرتبات وناس داخله وناس خارجه، فالموضوع محتاج نشوف الآلية اللي احنا نقدر نتعاون بيها، وهل هم مخططين ان دي مباني للبيع ولا تبقى للشراكه. ايوه. المحور اللي بعد كده بقى ان احنا ازاي نوصل لعدد الغرف دي، لان حتى يعني المباني دي مش هتعمل الفوليوم الكبير، لكن هتعمل غرف جيده للقاهره، لان يعني القاهره الحمد لله يعني فيها طفره كويسه وتقريبا الاسعار كلها عاليه والفنادق مليانه، فمحتاجه طاقه فندقيه، فتحويل المباني دي هيبقى شيء سريع. الجزء الاكبر بقى اللي هو الاستثمار بقى الفندق على ارض فاضيه. أي. ده يعني معايا رئيس الوزراء قال انه يعني في حزمه حوافز عايزين نعملها اللي هي اتطبقت على الصناعه، ده محتاجين فيه حوافز للمستثمرين بحيث ان هو يقدر يبني هذا الكم من الغرف، يعني مميزات من ناحيه سعر الارض، من ناحيه موقع الارض، مميزات من ناحية لو في مميزات ضريبيه معينه، في تسهيلات في التمويل، ففي الحكومه رصد موازنه للتمويل
بفايده يعني فايده مميزه أيوة. نديها للقطاع الاستثمار الفندقي برضه. اتكلمتوا عن اي اطار زمني يا فندم؟ احنا زي ما حضرتك مكتوب في البيان ان احنا مثلا لو 40,000 غرفه في السنه، فقلنا لا يعني في السنين الاولانيه يبقى الطلوع تدريجي، يعني مثلا اول سنه زي ما اتفقنا لو دخلنا الغرف كل الكلام الغرف اللي تحت الانشاء والحاجات دي نبدا مثلا في اول سنه من 20 ل 30,000. ايوه السنه اللي بعدها يبقى النسبه اعلى، بس ان توتال في 5 سنين نعمل 200,000 غرفه. وهتبداوا تفاوض يعني بقى كل المستثمرين طبعا ايوه اكدوا ان الحصه الكبرى من ده لازم تكون في الساحل الشمالي. الحصة ال